وبالحال هي لازمكم تطبيق دي بي نافيغاتور. طبعا انا هلا هون راح احط مثال يعني من هامبورغ، راح اختار هامبورغ ناخ الى برلين، يعني هلا نشوف شد المسافه راح تطلع. طبعا راح اختار انا كمان التاريخ، هون فينا نختار التاريخ مثلا 2 الشهر، والساعه راح اختار من الساعه 7 الصبح. ومش على الخيار الثاني تحت ما شايفين اللي بنكبس عليه من تحت بيطلع لي هلا عده خيارات. بنروح على شيء اسمه اوبشنن، الاوبشن على اليمين فوق، بعدين بنكبس على شيء اسمه فاكيتس مثل، مثل ما شايفين عندي طلعان الي. بعدنا نكبس على فاكيتس مثل بنجي على الخيار الثاني اللي هو نوا نا اون ريجيونال فاكيا، بنكبس عليها وهون بهالحاله تفعلت عندي فقط القطارات البطيئه. بعدين بنطلع كمان لفوق ونكتب بشتي دي كونغ، وبعدين بنعطيه بحس. مثل ما شايفين هلا طلع لي فقط القطارات البطيئه، ما عاد يطلع لي القطارات السريعه. طبعا انا هون فيني اختار انا رحله بدي اياها، مثل ما شايفين الساعه 8:21 عندي تبديل واحد مثلا بشفيرين، ومن شفيرين فيني اطلع لبرلين. الرحله بتطول تقريبا 4 ساعات و3